توفي المخرج السينمائي. Outspoken Syrian filmmaker Roma Amirali passes away Monday, February 7th, 2011. By Kodiak Alba Weiss, Reuters, Damascus. Soon the space will be too small, and I'll go outside to the huge hillside where the wild winds blow and the cold stars shine. Put my foot on the living rope and be carried from here to the heart of the world. I'll be strong as a ship and wise as a whale, and I'll say the three words that will save us all. أنا بعتقد إنه كل شيء عم ينشغل بس على المستوى الثقافي، حتى على مستوى الإعلام، لتخريب الوعي تحديداً يعني. ومن هون يعني ألمه اللي بيشتغل بمهنة السينما وإحساسه يعني بالخيبة، وبنفس الوقت ربما بالعجز لأنه يقدر يغير شيء. لذلك يعني الوسيلة الوحيدة أو الصناعة الوحيد اللي تبقى له هو أنه يرفع صوته من وقت لآخر، يعني يستنكر. وضع السينما الحالي هو نتيجة أو منتوج فساد أخلاقي وفساد معنوي قائم مو بس على رأس مؤسسة السينما، على رأس معظم مؤسسات الدولة. يعني هو خراب صراحة، خراب عام وفساد عام. فما ممكن تكون مؤسسة السينما هي جزيرة يعني بمنأى عن هال يعني هالمصيبة العامة. السينما هي في حالة يعني خراب مزمن، لأنه أول شيء يعني في نظرة دونية عند السلطات الرسمية، مو بس للسينما، للثقافة بشكل عام.